بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق، ومباح بالاتفاق، ومختلف فيه. فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق إلقاء أداء وسماعا واستماعا، منه من أمثلته أولا الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة، لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه، وهذا الغناء بريد الزنا. ثانيا الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب، فهذا حرام، لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. ثالثا الغناء المشتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك. رابعا غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال، فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام، لأن الفتنة فيه واضحة. غناء المرأة الأجنبية عند الرجال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع: والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة. وبعض الأناشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه، يعني هي أناشيد، يسمونها أناشيد طبعا، هي أغاني غزلية، فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك. هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب، أوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب، هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم، ويوجد في عالم الأناشيد اليوم من هذا النوع، وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية. وهذا الغناء الذي وردت الآثار عن السلف بتحريمه وأنه لهو الحديث، كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن رجب: لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء. شوف كلام ابن رجب: ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفس، بآلات اللهو المطربة المخرج السماع وعن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. فتح الباري لابن رجب. فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها في إغاثة اللهفان. طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء.